القاهرة تقدم النيل مسؤوليتنا، دفتر أحوال نهر النيل. من زمان كان المصري واعي نهره، كان عارف انه هو شريان الحياة، علشان كده كان عارف ازاي يتعامل معاه. المصري اللي هو جد وجدك قدم للدنيا اول حضارة في الوجود، قامت على ضفتي النهر الخالد نهر النيل. احنا كمان هنكون زيهم، نحافظ على نيلنا ونصنع معاه مجدنا، وهنعلم ولادنا ازاي يحافظوا على النيل ويعيشوا في خيره. مصر مش بس هبة النيل، مصر هي أرض الخير. دكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري. قامت وزارة الموارد المائية والري مؤخرا بإزالة عدد 51 حالة تعد على نهر النيل بمحافظات البحيرة والدقهلية والجيزة والغربية وأسوان، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها عن نهر النيل إلى 5739 حالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، والتي تستهدف إزالة قرابة 50,000 حالة تعدي. وكما قال هيرودوت، مصر هبة النيل، وحضارتنا هبة المصريين، ولبناء مستقبل أفضل النيل مسؤوليتنا. النيل مسؤوليتنا. والآن مع النيل قصة حياة يرويها لنا الفنان أحمد راتب. المسافة اللي بيقطعها نهر النيل من خط الاستواء لغاية القاهرة أكتر من 5000 كيلو متر، وبيتخطى فيها أكتر من 30 درجة من خطوط العرض. وقبل المصب ينقسم النيل ويبقى له فرعين، فرع رشيد وفرع دمياط، وبينهم مكان هو من أخصب أراضي العالم المعمور، وهو الدلتا. وبما ان سنن الطبيعه تفسر اسرار النيل ومغامراته الغريبه، فالعلماء بحثوا في امر المثلث الارضي المحير اللي هو الدلتا، وقالوا مؤكدين ان الدلتا بلغت من العمر 13,860 سنه، وكان دليلهم على كده حسابات علميه. وتعالوا نحسبها. اقدم مقاييس النيل كان في الروضة بالقاهرة، بيقول ان ارتفاع الدلتا المتوسط هو 18 متر. ولو ارجعنا البصر الى ما سجله ذو البصائر من الناس من 1000 سنة من قياسات لغاية ما انتهت اليه احدث طرق البحث، هنلاقي ان الدلتا بترتفع متر واحد كل 770 سنة. يعني لو ضربنا 18 متر في 770 سنة لكل متر، تبقى دلتا مصر اتكونت في 13,860 سنة على الأقل. ودي مش شعوذة بالأرقام، دي حسابات قامت على أقدم مباحث العرب وعلى قياسات وأبحاث من أيام بناء الهرم الأعظم، ويمكن قبل كده كمان. معنى كده إن كل شبر من أرض الدلتا له قيمة، وكل حفن التراب لها تمن، لأن اللي بنفقده منها مش بيتعوض بين يوم وليلة. نهر النيل قام بدوره وقدم لنا هدية عظيمة، وهي دلتا مصر اللي قعد 13,860 سنة يكون فيها. ودي لمحة من لمحات الخير والنماء بتوقيع نهر النيل العظيم. ويتجدد اللقاء مع دفتر أحوال نهر النيل. هذه تحيات مرفت خير الله وأيمن فتيحة.